وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة نحن سعداء بالتواجد في منزل الأستاذ القدير والمجاهد الكبير فرحات الجاحي، يعني واحد من المجاهدين المثقفين الذي قدموا الكثير، يعني ضحوا خلال الثورة التحريرية بالجهاد، وكذلك ضحوا بكتابة وتوثيق محطات هامة من تاريخ الثورة التحريرية، ناهيك عن مسار المتنوع والمتميز بعد الاستقلال، سواء يعني طرف دولة جزائرية، سواء رئيس دائرة، مدير التربية، وكذلك انشغاله بالمحاماة وغيره من المسؤوليات التي تفضل بها، يعني قام بها طيلة هذه الفترة الطويلة والمتميزة. هو ربما سؤال يعني نقول احنا كلاسيكي تقليدي، يعني لابد من طرحه، هو نريد التعرف على الأستاذ القدير والمجاهد فرحات الجاحي من حيث المولد والتنشئة. تفضل سي فرحات. تفضل، بغيناه من ناحية المولد والتنشئة، يعني كيفاه زدت والمكان. نعم تفضل. تفضل، أعطينا المولد والتنشئة. أيوه المولد نتاعي في أخر 32 ربي يبارك. أو بداية 33، وعلى كل للزياد الرسمي 1933 منسي. نعم. وكيفاه تربيت هذيك الطفولة وكيفاه درست وكل شيء؟ الطفولة نذكر مليح، والدي رحمه الله في هذاك الوقت يقولوا بن زايد، النقبة نتاعنا بن زايد، محمود بن زايد، كان تعرض إلى مشكل مع القايد نتاع تكوت، نميمة زادت الوشاية فيه، زادت فيها، وكان الحاكم ثاني اللي هو فيري كان عنده حسابات مع العرش، مع العائلة تاع بن زايد، بحيث جات فرصة واحد العرس تندار ثم في تكوت، تقتل واحد من عائلة شوية معروفة، ثم قال لهم اتهموا عائلة بن زايد. في هذاك الوقت دخلوا ربعة من العائلة، الحاج أحمد التاجر نتاع باتنا أحمد بن زايد، وعمي محمد صالح، وولده سي محمد الأخضر بوي الزوجة نتاعي، ووالدي رحمه الله. فإذا ربعة دخلهم فيري، دخلوا الحبس، انتوما اللي تسببتوا في الموت نتاع هذا اللي مات في هذاك العرس هذاك. وبعد مدة ظهر القاتل، تخلصوا منه عائلته باش تلقوهم ذيك الساعة بالبراءة. في ربعة، ايوه في الأول كان دخل بابا وعمي برك اللي دخلهم الحبس، ومن بعد في عاد عمي هذا أحمد بن زايد اللي كان شوية عنده قيمة لنا في باتنا، حاج أحمد، وولده محمد الأخضر ثاني حتى هو عنده كان عنده قيمة، نعم زاد دخلهم حتى هما. في النهاية يا أخي فوز كوبا. ثم أنا كيف زدت كنت ديك الساعة رضيع كما يقول، والدي رحمه الله كان كما العادة نتاع هذاك الوقت الزواج بأكثر من واحدة، عنده هو تزوج 4 مرات، ولكن دائما يجمع بين اثنتين، ما يجمعش أكثر من اثنتين. كان عنده جنان في تكوت رهنه لأن ضيق ذات اليد. كيف خرج من الحبس ما لقاش باش يسلك الراهن،
خلاني نجنن، ومشى لزريبة الواد. ثم كاين قايد هو لغى مصة الله يرحمه، مقران باش غمصة دار بيه ثم هكذا، قال له داروا خوجة، والدي كان يحفظ القرآن من جهة وعنده هكذا شوية معلومات الفايدة، وكان عنده خط جميل إلى آخره، استكتب سنة 33 34 حتى العام الحرب 39. في 39 رضي عنه سي فيري، ولا صالح تقدر تقول مع ولاد زيد، أعرض عليه منصب في منعة خوجة قرشونبات. قعدنا لثما نهاية 39 40 41 42 ولا انتقل بابا ربي يرحمه، انتقل بينا الدوار الأولاش. ثم في دوار الأولاش نتاع ولاد سليمان بن عيسى بقينا مدة مقدرش نقول لك عام عامين هكذا، ثم زاد والدي رحمه الله انتقل إلى مشمش. ومشمش ثم طولنا عندنا حوالي 14 سنة تقريبا مشوتش. أنا والدي ثم كبر وبعد سنوات أكثر من 10 سنوات في الوظيفة هذا تاع خوجة خرج صفر ليديه، ولا كلف خويا الطيب خويا الكبير حتى هو متزوج وبعيد عنده الشهادة الابتدائية بالفرنسية ومعلومات بالعربية إلى آخره، ولا هو في بلص الشيء خوش. واستمرت الأمور هكذا قلت لك لمدة. أنا كنت نقرأ في مدرسة مشونش، كان على رأسها واحد من تلاميذ الشيخ باديس، الشيخ تيمقلين، الشيخ أحمد السرحاني اللي مارس من بعد كان هو مدير شؤون دينية الاستقلال. مدة أدرس بها من بعد معهد باديس سنة 47، دخلت السنة الثانية. حتى الأهلية، الأهلية لأن معهد باديس كان تابع لجامع الزيتونة، في بداية السنة التحقت بتونس باش نعدي الأهلية، نجحت في المواد كل إلا مادة الحساب، نجحت في المقالة لأن هذا النظام تاعهم، ومن بعد الشفاهي الكتابي وصلت مادة الحساب ما نجحتش فيها، عاودت السنة. والحقيقة فشلت شوية، لكن خويا الله يرحمه هو اللي ألح عليا، عديت سنة خاوية في تونس، كنت نروح لمكتبة العطارين نقرأ ندير كذا إلى آخره. ثم في الصيف الله يرحمه خويا ابعثني البريكة عن الشيخ عيسى يحيوي
بويسي محمد صالح الرياوي كلف بيا أستاذ تما طالب من الطلاب لكن لبس فيه في الحسابيات أعطاني مبادئ في الحساب سطحت الجبر لبس كيف وليت في بداية السنة لتونس نجحت بامتياز وبقيت في التعليم الثانوي حتى نديت شهادة التحصيل في سنة 53 هاي شهادة التحصيل ما شاء الله ربي يبارك ما شاء الله ربي يبارك بملاحظة حسن وجيدة ما شاء الله جيدة ما كتبوهاش أنا ربي يبارك ما شاء الله خير نجاحي فرحتي ما شاء الله يعني من المفارقات هذا اللقب هذا نتاع النجاح جا غريب شويه داروني مره ناجي مره نجار مره زجاجي فرحات واخيرا اللقب الصحيح نجاح فرحات لا ما شاء الله يعني نكته بركه نكته نعم لا ما شاء الله بعد شهاده التحصيل بقيت عام في مشونش بدون عمل وانا ندخل كنت ندخل للاسف بطلت التدخين على جال ذات اليد للاسف واقسمت يمين ما نزيد ندخل ما نزيدش فعلا يعني وفيت باليمين عهدت ربي خلاص وفي نفس السنه زوجني الوالد رحمه الله خويا هو والدي خويا هو كل شيء زوجني وزادت عندي الطفله الاولى الكبيره فتيحه ربي يبارك هذا واش من عام مطلع الخمسينات نعم واش من عام هذا هذا عام 53 هذا 53 صحيح عام التخرج نتاعي بارك الله فيك ثم وقعت مناظره في العاصمه تاع معلمين شاركوا فيها حوالي 100 وكانت في هذاك الوقت وقع الزلزال تاع الأصنام شاركت في المناظرة كنت الثاني في النجاح وين تختار تروح قلت لهم بسكرة لأن قريبا من مشوش صحيح عيد الدماء رحت مشوش في بسكرة جاء أول نوفمبر في ربيع الأول ويعني المصادفة اللي كتبتها في المذكرة كنت كان سي أحمد معاش الباتني معروف السفير قال لي روحوا للسينما رحنا هذيك الليلة كان في الإعلان نتاع الوحيد اللي مكتوب بوم سور باري يعني فعل بوم سور باري دخلنا في اختصار هذاك العام عديناه وهذاك العام اللي عديته في مشونش تحسب عليا عند لابوليس على اساس انني كنت نحضر مع المحضرين اللي ثوروا وما كان ما كانش مني كنت نعرف مناظرين صح فيه بن الشهد بوي المير اللي كان فيهم ثاني مناظر اخر من المجاهدين الأولين وتحدثوا على نظام تحدثوا على هما كانوا داخلين في حزب الشعب ثم تعرفت أيضا على سي أحمد بن عبد الرزاق وكان يقرأ معنا عند شيخ أحمد الصحاني ولكن حضوره موج دايم ساعة يحضر ساعة ما يحضرش لا علينا وصلنا البسكرة عام 54 55 55 في 55 جاء قرب شهر مايو
تكلفنا المعلمين بالدروس في المساجد. أنا تكلفت عدة مساجد وطلقت روحي على طبيعتها، تحدثت عن التاريخ الإسلامي، تحدثت كذا تحدثت كذا، وكان عندي واحد الكتاب اسمه الأدب النبوي، منه كنت ندير دروس. والحقيقة تحدثت السياسة في البوليتيك في أي إلى آخره، هذا كل كان مسجل عليا. نهار نابوليس في ماي حينما ألقي عليه القبض، أو لاريتي أسيني ريزيدنس لو بريفي ديبيش، نجاحي فرحات بن محمود إيتا سيني ريزيدنس في شلال. طيب سلام. على قمعة السجل أنا أيوة. قلنا في شلال كانوا معايا شخصيات الحقيقة أنا حكموني في بسكرة. كان معانا بشير عاشوري من جماعة اللي يعرفوا المرحوم الشهيد عربي بن مهيدي. كان معنا أيضا يروحوا للأسماء فرنسا، لاحت منشور تقول فيه بن بولعيد كان قال صرح وقال بأن فرنسا ما تحكمنيش حي، هاي حكمته حي. وقالوا في المنشور هذاك يتسمى كذب ولعنة الله على الكاذبين، الله ينعم عليهم. يعني هذه من التفاصيل. ثم في 6 مايو كما قلت لك أنا كنت درت ما درت في المساجد وكذا إلى آخره، داروا لي ملف برلين في صالي سيباراتيست ألقي علي القبض. أنا وريت لك وبعدها دخلت السجن المعتقل أيوة. المعتقل تاع شلال في جهة المسيلة أيوة. ساعة جابونا هزونا من بسكرة الباترة القزرنا هذه تاع الخيالة اللي مقابلة ذلك المستشفى القديم اللي كان فيه ذلك وتابع الجامعة أيوة. ريحة قعدنا 15 يوم أيوة. خيالة في ودارونا احنا جماعة بسكرة دارونا في تاع الحصان الواعر، كنا في 10 واحد يرقد على واحد لأن 10 من بسكرة.
شكرت واحد من رفاق طرودي الهاشمي، هذا طرودي الهاشمي من رفاق سي الله يرحمه الشهيد اللي قتلته فرنسا اللي تحكم تاع لجنة التنسيق والتنفيذ، العربي بن مهيدي، من أصدقائه. وحقيقة شخصية هاشمي طرودي هذا كان من الشخصيات، هو أصله صوفي ومثقف ولاباس به، سي بشير عاشوري، أحمد بن زيد، فلان، ياسر، جماعة كنا في 15 ولا قداش واحد، ومعنا بعض الشيوعيين، عدينا 15 يوم في باتنا في الجزرة هذه، ثم ادونا الشلال. في شلال الإطعام كان يعني كارثة، يعطيونا بقالة هكذا انت انت قهوة ومخلطة حشك بالحشرات 16 واحد، يعني كل واحد تلحقوا رشفة، ثم نص نهار يجيبوا لنا واحد الصبة، يعني عبس في الحقيقة، ما تكلش لحم البعير وإلا هاي، ويديروها في بودن هذوك نتاع المزنزرين نتاع 5 لترات هذوك 16 واحد، يعني الحقيقة وإنما كنا شوية أحرار من ناحية ندبروا الماكلة من الأول، في الحقيقة تعبنا سواسوا هكذا. حتى واحد نهار تجي ريح صرصف، ريح ما يريح يكفيك نتاع الكهرباء، هذاك الموتور نتاع الكهرباء هزاته عدة أمتار طيشته. احنا في خيمة في 16 واحد يا أخي تجرحوا، احنا كنا حوالي 850 واحد، تجرحوا 32 واحد، ماتوا لنا زوج في هذيك الريح الصرصرة. من ثم جابونا هزونا من ثم، والحقيقة هزونا من ثم المعتقل الثاني ولا الدراج، سام معتقل الجرف. من معتقل الشلا إلى معتقل الجرف. نتفكر ليه جاء السوبريفي نتاع برج بوعريج هو اللي مسؤول على المسيلة هذه، قالوا له هم هربوا 32 واحد، قال لهم جو ماتوندي او تيار، كنت منتظر يهربوا الثلث. يا اخي هذوك 32 تحكموا زوج ولا ثلاثه فقط والباقي كل منها. انا ربي واحد يعني عرض عليا واحد من تلاميذي ثم استشهد من بعد، قال لي تمشي معنا الشيخ، حاجتين حبسوني، اولا صحراء يعني تمشي عشرات الكيلومترات ان لم تكن مئات قبل ما توصل الغابه، وانا من اللي كنت يعني مانيش، والثانيه كان خويا الله يرحمه كتب لي قال لي راني درت الكوكي في قسنطينه وراك ما تطورش تخرج. كنا طامعين يطلقون، وكان ربما مقرب باش يطلقون، وهذيك فرصه الحقيقه فرصه، لكن قول جبنت جبنت ما مشيتش. لا علينا، كنا ننتظروا على كش ما يطلقونا، تجي الضربه نتاع
زيغود الله يرحمه تاع 55، خلاص انقطع الامل. ملي كنا ننتظروا زعما يطلقوا سراحنا، ولينا في الكرفي، ولينا في حاجه اخرى، ولينا في 4 سنين، 4 سنين عتيقه. هزونا من ثم في طائره البوسعاده، من بوسعاده هزونا في طائره بهذيك اللي تاع زوج ديور. البوسعاده مطار ماهوش ساجي هكذا كبر في الصحراء، يعني طائرة حبس هنا. لا استغفر الله، هزونا في كبيوت حتى المطار، وفي المطار نتاع بوسعادة هزونا في الطائرات، من ثم للثانية في وهران، نظن المطار هذاك هو المطار. وانا اول مره نركب في الطائره، وذنيه غير ربيت في الكل من الصوت. كل طائره يديروا فيها 35 معتقل بلا العشاء، لا 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 كاع. ثم وصلنا لثما مباشره، كاميوات وسيارات جيب، ولي هذوك لازم لي زوتو ميترايز، داونا المعتقل بوسوي، كنا نسميه ابو السو. في معتقل بوسوي هو معتقل قديم، كانوا فيه داروا فيها جماعه ماريشال بيتان، خلونا ثم المعاملة لاباس، والماكل لاباس، يعني شوية كسياسيين زعما. لمدة من بعد داروا تصفية في معتقل بوسوي، الجماعة اللي الدوسيات نتاعهم ثقال بعثونا لأفلو، معتقل أفلو. ثم تلاقيت في المعتقل نتاع بوسوي بعد، في معتقل أفلو تلاقيت سي عبد الله الركيني، جانا جابوه من الدرومه، جابوه لنا. وثم تلاقيت ايضا مع واحد بوقدو، حواس بوقدو من مسكيدة ولا الخل، وهو يعني جابوه لنا في مسيلة وداوه معانا لأفلو، يعني من الرجال القليل اللي عرفتهم في حياتي، كان من أصدقاء من زملاء لمن دباغين، وكان من الخمسة نتاع الامتيالدي اللي دخلوا المجلس الوطني الفرنسي باسم الامتيالدي، حركة انتصار الحرية الديمقراطية، ثقافة عالية وتفكير عندي ما نحكي لك. ثم تحدثت أنا في المذكرات نتاعي، سألناه سي الحواس، احنا كنا مجموعة من المنطقة، سي الحواس قلنا له واش رأيك في الثورة هذه، احنا في 55. قال أنا على يقين بأنها ستوفق وستنجح، ربما يكون عندنا مشكل الثوار اللي في الجبل كيفاش يدخلوا، كيفاش يوليوا مدنيين. سألته في هذاك الوقت أنا شخصيا على مصالي، وكان اسم مصالي في هذاك الوقت لا يضارع، يعني قال لي الله يرحمه
قال لنا في جماعة، قال لنا مصالي أنا نعرف عشت معاه، قال لي ما نظنش يدير ربي منه والله غير هكا. هذا سي الحواس يقول هكا. سي الحواس قال ما نظنش يدير ربي منه. واش داري انت هكا سي سعد؟ الراجل درك الدنيا تشاهد به. قال في لقائي معه الأخير معه سألته سيدي الحاج واش رأيك في الأمور؟ قال لي ما تقول لي لا هذه لا هذه، أني الحزب راح ندخل فيه العضية، يعني دخل فيه قطع طريق باش يعدلوا المعوجين من السياسيين. قال لي واش يجيك من هذا؟ واش يجيكم من هذا؟ ما نظنش، قال ما نظنش يدير ربي زعيم كيما هذا يقول هذا الكلام، ندخل الهزية في الحزب باش يعدلوا السياسيين، واش معقول؟ يعني وتأثرت انا بهذاك المخلوق هذاك، وبقيت نحترمه وكرمه الظهر زروال، ومن الناس اللي كرمهم زروال في الاستقلال منين كان الرئيس، وبقيت يا مخلوق نحترمه. وعرفته هو وعرفت البشير بومعزة ثاني من الشخصيات. البشير بومعزة حتى هو عرفته في المعتقل، في المعتقل البشير بومعزة حتى هو يتسمى زعيم، زعيم سياسي يقول فيه، ويكره الميصاليست في الدم. مرة قال لي الله يرحمه على كل حال دي نكتة، خرج بالشطرب هذاك، قال لي الشيخ، قال لي الشطرب هذا راهو اللي نضربوا به راهو ما يبقى الأثر. الله يرحمه. وكان كتب كتاب الدي دي تي الفرنسوية، قال لي نترجمه أنا وياك، ترجمناه ولا سما سمعت. قالوا لي أصدقاء سي البشير الله يرحمه ويرحمه كان يخدم في فرنسا عند بورجوس مونولي اللي كان وزير في فرنسا. ربما هذاك الترجمة هذاك الكتاب هذاك اللي دار بالفرنسوية وترجموا، ربما بعثوا طلقوه، ما طولش تلقوه. هو وين كان معك في المسيلة ولا في وارف؟ ومشى أنا. هو كان معك في المسيلة ولا في الغوات ولا؟ في مسيلة وفي في أفلو. في أفلو. تلقوه ولكن التحق فرنسا والتحق بالنظام. وأعتقد بأن هذه الرسالة هذه اللي دارها فادته. لا علينا كل حال بالسماع. أنا ما قال ما قرنيش، ولكن على بالي باللي اسمع حسب تقديرك يعني. لا أنا قالوا لي أصدقاء. خلاص قلنا وين وصلنا؟ أفلو. من أفلو هزونا وقعت فما في أفلو في جبل العمور، وصلوا المجاهدين فما وقعت معركة كبيرة ما له زولة مثل سي عبد الله الركيبي ثم طلقوه، سي الحواس الله يرحمه طلقوه ثاني، سي الحواس باش يخرج رحت له أنا ولينا وياه أصدقاء، سي الحواس لقيته يهيي في فليزة صغيرة، سي الحواس قلت له مبروك عليك تروح تشوف الأولاد، قال لي ظن نروح نشوف الولاد، نروح لداري جيت سكيكدا واحد الحي واحد المدينة ثما
مدينة راح اسمه نتاعها، قال لي روح وتحكمني فرنسا تقتلني سبه لنا، واش انا ويدير سي الحواس؟ قال لي هاني رايح للعاصمة ثم نتصل بالرباعة، وهذاك الشيء اللي داروا هذا 57. وكيفاش حتى تلقوه؟ ومعروف في اخر الحال درنا هو مسؤول المعتقل. وكان هو تقصد سي الحواس ولا ابو قادوم؟ ابو قادوم. ابو قادوم سي الحواس. اي ابو قادوم سي الحواس. ابو قادوم سي الحواس كان مسؤول معتقل الماني يسميوها شوارتز. كيف درنا سي ابو قادوم هو المسؤول المعتقل، نظمنا سواسو ونحى هذيك ميساليس كلا كلا إلى آخره. قلت لك هو اللي دار لي أفي فافورابل، وبالتالي قاعد معنا الآخر. قلت لك قال لي نوصل للعاصمة نتصل، وفعلا نتصل في العاصمة ومشى يا أخي، ولا هو الممثل تاع الجزائر ظهر في يوغوسلافيا الحكومة المؤقتة، وفي الاستقلال ما دارش في الوظيفة، كان عنده شوية تراب وفي الفلاحة، وكان يخدم مانيش عارف واش من حاجة هكا العصونا ترك، ما حبش يدخل تماما الفوضى هذيك تاع 62، الخلاف ما بين الأركان وما بين الحكومة المؤقتة، يعني تأثرت بهذاك المخلوق وما زلت نحتفظ بأعز الذكريات. سي بشير بومعزة رغم درت انا وياه كتاب الى اخره، نهار خرج شد هنا الباتنا ما شفاش عليا. ثم عرفت ياسر شخصيات، مثلا الشهيد عيسى تيدير هزوه من عندنا في أركول، في معتقل أركول، خاطر هزونا من أفلو لأركول، في أركول هزوه من ثم واستشهد، راح يموت الشهداء. ثم عرفت ثاني شخصيات، طاهر العجوزي بنت فتيفة، بنت فتيفة الهول، سيد علي عبد الحميد، هذو عرفتهم الهول في من بعد كيف رجعوا من المعتقل الأخير بوسوي، نوفو بوسوي. في الكول أحكي لك، ربما الكول سلط علينا ربي هذا المسؤول نتاع المعتقل لو كوموندون دو لا غارد، قال لنا سنريكم اياتنا، وفعلا غير ما وصلنا لثم درنا اضراب الجوع 24 ساعه انذار على جال عجننا هو المدير اللي عادي المسؤول علينا، احنا ما قبلناش، قلنا له احنا اللي نختار، ما لا قال احكم وعين سي الدكتور، هو الحق اللي عينه كان مسؤول علينا، خيار الناس طبيب من العاصمة نسيت اسمه يا ربي، ودخلوا السيلون. أما لولينا احنا اتفقنا قلنا نقبل التعيين، يعني باش المخلوق يطلقوا، قلنا له تطلقوا طلقوا. وبقى هو وحقيقة إنسان طيب،
الظاهرة مازال حي، الظاهرة ومن العاصمة. ثم في أركول، هذا أركول المعتقل في وهران ولا؟ في وهران. أركول نتذكر حادثتين. الحادثة الأولى مع هذا الكومودون دو لاكارد اللي قلت لك قال لهم سأريهم آياتنا، كف يعني. وصلنا قلنا يضرب الجوع، هذاك السلاح نتاعنا. اليوم الأول بعد جاب الجيش قال اضرب يتكسر، والله نفعله مثلك. في اليوم الاول احنا كنا قررنا خلاص، وقلنا ديروا مناشف على دماغكم باش العصا حشك ما تسحرش، ولو ديروا الماء باش القنابل تاع الدخان ما لا. وبقينا في بلايسنا، لابيل ما حبي ما هبطناش من السرير. جات عتوب، جاب الجيش اي اللي ياكل الخبز اللي يفطر راهو في امان. من 350 واحد 36 واحد يشدوا فيهم الشيخ. انا حكمتي تغننت شوي، قلت والله ما فطرت خلاص. في 36 واحد كان معانا سي تاع الاتحاد العام حسن بورويبة الله يرحمه، الاتحاد العام العمال الجزائريين، كان معنا شخصيات على كل حال. 36 واحد قال انتوما وحكمونا بالعصا. العصا وكان احنا ثم الشيخ مصباح حويدق رحمه الله إمام من جمعية العلماء، وقف في وسطنا احنا في 200 واحد في القاعة. لا تخافوا أعداء الله، تشجعوا. الكوماندون تكلم مع هذاك البوليسي اللي معاه لا صورتي، قال له واش راهو يقول، قال له واش يقول. الشيخ مصباح الله يرحمه تلفت ليهم قال لهم أصحابنا كسرتوا علينا وظلمتونا، حاكموه المخلوق بالعصا، حاكمونا احنا. لكن انا قررت قلت يلزم ما نطيحش، على خاطر اذا كان طحت يعسوك بالصوت، حشك حتى نخذيت ضربه على المذاكر. طحت وليت وقفت، لان اذا كان طحت رحت لا علينا. قال انتم درتوا 24 ساعه اضرب انذار، انا نزيد نعطيكم 36 ساعه اخرى. وكان الامر هكاك، خرجونا احنا 36 هذوك. في وسطنا حوالي 15 ولا 20 واحد شيوعي، والشهاده لله واحد منهم افطر، منهم واحد من قبيلي اسمه ارزقي يوزن حوالي 40 كيلو، والله استغفر الله والله اقل، يعني ذا الروح طيب. جاو باش يعذبوه، قال لهم نو فوز اتوندي با كلو مونش، حتى كيف طلعت الروح نتاعي. قال لهم هذاك الكابيتان قال لهم اطلقوه هذا المهفوف، اهي اطلقوه. لا علينا، الشيخ مصباح حويدق داروه للسيلون 5 أيام،
والله ما نعرف كاش ما عطاه ماكله والله مشرب والله 5 ايام هو صايم. احنا زدنا 36 ساعه وطلقونا المعتقل. هذه حادثه. حادثه ثانيه، كاين واحد من تبسة نسيت اسمه وما كتبتوش حتى في المذكره، قلت من تبسة واحد الهزي تصرف تصرف غير لائق، اللجنه تاع المعتقل قررت تقاطعو 15 يوم مقاطعه تاع واحد ما يكلم. قال لها وي انتوما قاطعتوني انا الرندي، راح رندا. وهذاك الكابيتان دار الكوموندون دارو هو المسؤول، كل ليله يكلمنا في في في, في البارلور وحنا ما نقدرش نحبسو في البارلور في الشنابر ساعة نص ليل، يا اللي في يا اللي فيكم يا اللي فيكم، لا علينا رندا خلاص. ومن بعد كلفوا بالكوزينة، قال درك ندير لكم السم، لا علينا. هذه من الحوادث اللي عشنا إلى غاية 59. والله هي ثانية حبيت نقول لك على الشيخ مصباح حويدق هذا. أيوة. الإمام هذا يعني كيف تقول رجل نتاع مواقف ومديا من الحكايات اللي معاه، يدير كيفاش يسموه يروح يظل متكي في الليل، يجي يقرأ القرآن بصوت وما يسمعش مليح، صوت مسموع شوية، ويصلي العشاء والسماء ذات البروج، ومن بعد يجيب الليل كامل قائم يصلي. احنا انا واحد منا من تكوت اسمه الزهري بوخلوف، الزهري بوخلوف، انا الحقيقه احنا كنا في السرير اللي فوق منه. ها الشيخ مصباحه يعني خلينا نرد شويه اكش يبات يصلي اصبح يضربها بركده. هذاك ما ها نسيت نقول، هو قبل صلاه العشاء يروح يتوضا ويجي بالقبقاب. هذيك الليله في الطريق حكموا 3 عسكر سكر، قبل ما يحكموا حكموا واحد مسكين كده اسمه بيكلا خضر عنده عين واحده، هو لابس جبه في الصيف، خلى لهم الجبه ودخل عريان لداخل. شويه شويه جا الشيخ مصباح بالقبقاب نتاعو، حكموا هذوك 3 عسكر، هذه تنفعك هذه تضرك، وينهم مول الجلابيه، وينهم مول الجلابيه المخلوق الكوه جب علينا. قال لي وجهي الله شكون مول الجلابية هذا يجي نظن. احنا اللي هز كرسي هز كرسي، والطابلة هذيك اللي نقول عليها هزيناها وجينا حرب، ولو كان حكمناهم كنا نقتلهم. عصاصا 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 هذه يعني من الحكايات نتاع نتاع أركل. ثم هزونا من أركل، أخي جاونا جماعة الصليب الأحمر، متلنا واحد من ثم سي بلقاسم المعسكر الله يرحمه سكتة قلبية، حكماته هذيك السكتة. شكون شكون؟ لا واحد. حتى خرجت روحه الله يرحمه ويرحم المؤمنين. من بعد هزونا من ثم
جابونا للمعتقل بوسوي من جديد، وداروه لونسيان كو نوفو كو، حتى الفيفريي 59. قبل ما نخرجوا نذكر هذه الثانية اللي كتبتها على كل حال، كوموندون يهودي اسمه هارون ارون، كيفاش تعرفنا عليه؟ درنا اضراب الجوع 5 ايام، انا غير ربي عديت اللي تعبوا ياسر هزوهم للفلبري، وانا شديت 5 ايام غير السكر والماء. جانا قال تقدروا ديروا اضراب الجوع حتى اليسار جيسكا لاغوش، ما زدت شافي عليه، ولكن اللي يحب ياكل نحميه، لا علينا، اضرب هذاك انتهى. خصوصا ان بعض من الجماعة المتنطعين كانوا يفطروا، هاك تعرف احنا كنا في 1500، ما تقدرش، لا علينا. ثم قبل ما نخرجوا كانت بوادر شوية ده. يعني على فكرة كان ديك الساعة دوغور في أثناء الإقامة هذه نتاعي في المعتقلات، وخاطر الضربة نتاع الخمسة اللي حكموهم في الطيارة، وحكموا الضربة نتاع السويس، عدة أمور يعني عشناهم كل المعتقل، وهجوم فرنسا والإنجليز، وواحد على السويس على مصر، وكل في هذا الوقت في هذيك الفترة هذه كل قصر لك في الحائط. هذاك الكوموندون هذاك دارنا تحقيقات، لأن كاين جماعة اللي عدوا 4 سنين، وصلوا 4 سنين المعتقلات، يعني على أساس ما عادوش يمثلوا خطر. طلقوا واحد جماعة من المدارس فيهم طيب خلاف، فيهم صالح عزوي، فيهم مجموعة. أنا جات الدالة باش نبحث عند الكوموندون هذا، كوموندون هارون. أنا كان والدي رحمه الله توفى وأنا في المعتقل هذا نتاع بوسوي الخرافي، بعث لي خويا، بعث لي الصورة نتاعو، وبعث لي شهادة الوفاة. رغبوني بعض من الجماعة، قالوا لي ودي اطلب رخصة تروح تشوف الجثمان تاع والدك. قلت لهم من بعد نولي نجي نطلطل، نقول لكم افتحوا لي، والله ما نديرها، تبقى لي صبة في حياتي 4 سنين في المعتقل. قلت لهم نروح هاني باش نطلع للجبل في سمانة تاع الرخصة، وين نتصل؟ وين نروح وانا في العسة؟ قلت لهم هذه والله ما نديرها. قلت قال لي الكوموندون، قال لي وعلاش ما تطلبش الرخصة؟ قلت له ما حسبتش بلي ترخصوا لي، قال لي شي وكذا والى اخره. السؤال من الاسئلة اللي وجهها لي، قال لي واش رايك لو كان مطلقك تولي ارهابي مع الإرهابيين؟ قلت له لو كان تطلقوني راح نروح نداوي،
راهي نوزن 50 كيلو، وعندي مرض في العينية، في مصارني، في لابرونشيت، هذه قلت له تروح مداوم إذا كان طلقتوني. قال لي وصلك في فرنسا، في سياسة فرنسا. قلت له أنا عندي 4 سنين هنا، ما عنديش رأي، ما عنديش باش نحكم. قلت له هذه جات في أذني با أسي ترو طار. قلت له فرنسا، قلت له هذه بنت أذني، قلت له فرنسا دير إصلاحات، ما ديرش ما يكفي. هذه صحيفة ألمانية اللي قالتها، ما ديرش ما يكفي، وحين ما تفيق بروحها باللي ما دارتش ما يكفي يكون فات الحال. ما لا سياسة فرنسا با اسي تروطار، إما ما تمدش ما يكفي وإلا تمد بعد ما يفوت الحال. قال لي شوف هاني نمد راي باللي نطلقوك، ونتمنى اللي تكون عند حسن الظن. سكت. في هذيك المناسبة هذيك داروا لنا فحص على الصدر، كل معتقل، وداروا الضرب تاع فرنسا في شوكر في براح. قال اللي يروح يوقف تحت الضرب نطلقوه. كاين واحد من المجاهد يكون مات سوبريفي عاش حتى الاستقلال، قال له مون كوموندون نروح نوقف ونخرج نطلع للجبل. قال له غير ديرها برك. قال له لو كان تخرج نتاوعك يكفيوني منك، يقتلوك، يحسبوك بلي مرتد. لا علينا، والله الأستاذ غير، كاين دكاترة، كاين سياسيين راحوا وقفوا تحت العمل العلم وطلقوا. أنا قلت لهم والله ما نديرها، 4 سنين حبس والله ما نديرها، خالي الأيام اللي كتبها من ربي نزيدها ونزيد وخلاص. يا أخي كما قلت لك كيف وكان واحد من الصيف اسمه محمد بتقى وقف حذاري يا إخواني، حذاري حذاري. ولكن والله كاين الناس اللي نعرفهم راح، ولكل اجتهاده على كل حال، من اجتهد وأصاب فله أجره. أنا يشهد الله، خطر هذه ما ننساهاش، يشهد الله والله ما كان. يا أخي قلت لك الكوموندو هذاك كل شفخ، قال لي هاني ندير أبي فابورا من مفارقات سي محمد عجبي الله يرحمه. عند الكوموندو هذا بعد قال له واش رايك في فرنسا؟ قال له فرنسا قتلت خويا خاوتي، ودارت هذه دارت هذه وخلاتني نوقف قدامك، زاد عليها عامين، زاد عليها عامين. اسمك كان مرشح باش يخرج على جال هذا الهضره هذه، زاد له عامين. وبعثوا ونقلوا لجهه اخرى. اسمه كان معك في المعتقل شجاع. عزمي شجاع. وان كان انا ما عجب، انا قلت له سي محمد غلط، قلت له حقكش خير مشى يخرجوا وروحوا للجبل. عفا لكل اجتهاده. وفي وكيف راح للدوله اللودي معتقل الاخر فيه شيوعيون عيون احكي لي على سي محمد، يعني تغنى الدرب
جماعة الجبهة قرروا يقاطعوا الشيوعيين. قال لهم سي محمد أزوية، وهذا وقت مقاطعة، واش وقته يا جماعة؟ قال له هذاك الأخر، هذا أمر. قال له شوف، روح انت اللي عطاوك الأمر، وهو بقى مع الشيوعيين هذوك حتى نخرج. يعني من قصايد سي محمد، واني درتها في كما كتبتوها انا الله يرحمه. السلام عليكم. كان عنده واحد المواقف يعني، ولكن انا ما نأيدوش. انا ما هذه اختلفت انا وياه، قلت له انا اذا كان طلقوني نخرج، واذا كان لقيت فرصه نطلق، نطلع الجبل ونطلع وخلاص سيتو. فعلا في 29 فبراير، فإذا في شهر فبراير وإلى بداية مارس والله طلقوني. الحمد لله. داروا لنا لي سي باسي في القطار، سال كل شيء، بتنا في العاصمة في حمام، ومن بعد قسنطينة في التلا، في التلا، ومن بعد روحنا البث. ما شاء الله. وصلنا لهنا، أنا ما عنديش ورق التعريف، أبديت وعد النهار خرجت، ويعني ما قدرتش نحمل الدار، وحنا كنا في نزيتي شيخ في دار كريهة أخويا الله يرحمه، حكموني مفرزة تاع عسكر، وليت في سينجي سؤال جواب، وأنا ما عنديش وقت تاني. طلقوني، روحت نغاسي الطيب الله يرحمه، نغاسي هذا لي غادر انا ولدي ما مش بعث الحاج زراني، الحاج زراني الله يرحمه خرج قبلي، جا الحاج زراني هنا الدعوه برا ما هناش الا تشويش، ها 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 تبيع. وانا كل سمانه نسني مرتين نروح للكوميساريا نسني، خاطر ماهوش غير 4 سنين، 6 شهور، 6 شهور. شوية شوية حتى اتصلت محمد الصالح، خوتي محمد الصالح وخو أحمد اسمه، خوتي محمد الشريف زار الله عايسي. وين عليك؟ قلت له ولا سي محمد الشريف حكموه معايا في شلال، كان من معتقلي. أيوة. وإنما وشي هو عنده صرع، هزوه من ثم من عند من شلال، اداوه باش شارع. كيف وصل قاضي التحقيق ما دارش القرار نتاع الحبس نتاعو، اكتبها فيها اكتبها رمي، قالوا روح تروح، ما كانش لا ريتي باش انا باش ندخلوك. ايوه من روح درت هنا سنين اللقاء اخلص از شايديني غني يزق قضية تحقيقية دانو ريتي. ايوه راحوا للدار ما لقاوش. يولي يمنع يمنع. قلت لك كيف اتصل بيهم؟ قلت لهم شوفوا لي سي محمد الشريف، سي محمد الشريف الله يرحمه قال لهم خوه واحد من خواته شوف حمود ابي طام من فدائي من عين توتو،
يجي لثما يجيب لي فرحات. وانا كنت بديت نخدم عند برغوث، حكاية برغوث حاجة أخرى، يعني كيفاش حتى خدمني برغوث. بعدين كان حبيت نحكي هل كان حبيت علينا، كانت عندي موتو، شريت موتو مشيت بها لعين توتا في سنة 60 أو نهاية 59، مش فيش. وأنا خدام عند برغوث رحت لعين توتا، تلاقيت حمودة بيطان، هذا فدائي مسبب، ريح الشيخ يقيم مجام ولي مناظر قهوة تاع المناظري اختصار في بلاصة مأمونة. جات العشية وهما يجيو من بريش جماعة من الجبل، دبر لي جبة برنوس شاش وبغلة، ومشيت معاهم حتى لبريش إن توتا الجبل. العشرة العشرة ونص جاسي مع الشيخ الله يرحمه، واش راكم بخير؟ حكايات انا نحكي واش صرا بيا في المعتقل. هو على كل حال وانا مدخص عليه مليح سبحان الشيخ الله يرحمه، قال لي شوف هاني نعينك قاضي بلدة بتر، هاو يتصل بيك مسؤول البلدة سي طيب وظيف، وظيف ظهر مازال حي، آخر مرة كان محامي في الجزائر عظيم، طيب وظيف، هاو يتصل بيك هاك قاضي وراك في لجنة البلدة، ولكن مانيش مشبوه. جيت سيدي قاضي، اسم المستعار حسن، لباس مشفي على زوز قضايا، قضية نتاع أخت ولد المكاس، أحمد المكاس نتاع مرشي، ولده شهيد، أخته كانت متزوجة بواحد ما عملهاش معاملة طيبة، شكت لي نشفى. رحت أنا ومسؤول التموين تاع بلدتنا عبد المجيد الريكي الله يرحمه، ما ماتش في الثورة، حادث مرور، مات في الاستقلال حادث مرور في وقت القتال الله يرحمه، حتى خرج أسبيرا الريكي، وين جهة راجل هذه المرأة هذه أخت الشهيد في الباطمات هذو نتاع الضمان الاجتماعي. هاي أنا مع المجيد، أنا عندي كنت هاز كقاضي 3 ملايين في هذه الوقت نديرهم في باطا، في باطا هذيك نتاع القماش بوم 3 ملايين أدخل عند سوفو سيدو عبد المجيد الريكي، مطريات وين هي تاع فرنسا، مطريات هذيك اللي واحد نتاعها
كاين الخماسي كاين المتريات. لا لا متريات، هاي متريات ايوا. طبطبنا على الدار بعد يكون في عد ساعة، رحنا على حوالي 10 في باطيمة هذوك، لقينا بي الراجل ومو فجعنا مع الريكي بالمثريات. قلت له انا قاضي البلدة، ولدك راه يعامل اخت شهيد وعاملة سيئة، قل له يعود الروح ولا نعاقبه على بك، ولكن الابوين هذوك مساكن غير ربي يروح لي باش تشوف الهيبه تاع صوت نريد سيدين. وين نروح وريك؟ إن نروحوا لدارك ناس والله ما صارت، انا نسكن في لا سيتي الدار انا وخويا ناس والله ما صارت، يحكموك غدوه ثاني نعودوا فيه وانا مانيش مشبوع قاضي بلدة، مانيش مشروع فرنسا عندها خبر بلي بصح انا ما حزمنيش. اي وين نروحو وين نروحو؟ اي نطلعو عند مناضلة كاتري ميتاج تما في الباطيمة. طلعنا لقينا عندها هي اسمها متبولة الله يرحمها كبيرة مناضلة، لقينا نسيبها مروان، ولقينا عندها بنتها كانت تخدم في الأكاديمية مدام كذا. في عمرها 16 سنة. سيدنا حياتنا ماكلة هيلولة نشني أميدين الله العسكر يزلي دي الباطنة في الدير شفت دخل يا سيدنا وجابوا معهم واحد في شكارة ولا في زورة غير وجهه اللي بان. قلنا وين جهة وين بيت وين دار؟ أتخذ قلنا احنا نروح يا أخي واش ندير واش ندير. وقال لي الريكي الله يرحمه قال لي شوف نهبطوا من الكاتريام ايطاج بشوية ما في قوش بينا حتى نوصلوا احنا كنا في الاخر انا كنت على الباطيمة. قال حتى نوصلوا للارض نقتل هذوك زوج عسكر اللي عسوا ونهبطوا في الواد هاي الواحد مخلوق انسان يخاف بصح كيف تتذاكر ما كانش حل واحد اخر يروح الخوف نهوات. هبطنا من كاتريام ايطاج للتروازيام ولا الريكي الله يرحمه قال لي لا لا ما تخش، قال لي والله ان يقتلونا قبل ما يفيقوا بينا قبل راهم قال لي راهم يعسوا في زوج كيفاش نديروا. ايا ولينا طلعنا عند موت بورا ايا دخلناه لديبارة الريكي خلى غير فم مطريات واتفقنا قلنا له ما تكيريش إلا إذا كان اسمها اضطرارية اسمها محتمى إلا إذا كان مصدر. وحنا نجبيه على خصاص الضغط فينا نجبيه على خصاص كذا. قلت له أنا هذاك نسيبها لك نسيبها جاي يزور أم مرته وأنا جيت نخطب هذيك الطفلة هذيك. يا أخي ولات في الاستقرار خدم معايا في الأكاديمية مادام كذا. يا سيدنا هما يدخلوا دار من ديار وهذيك الغوات الزهيق الدنيا الليل كامل والله حتى الفجر الفجر ما وصلوش لينا
ما كانش بيعة. بيعة اللي جاو ليه لهذاك البيوع، واش بيوع؟ اللي عذبوه المعذب. عطاهم حزوا زوج ولا ثلاثة وراح. راح أطلع النهار قلت للروكي الريكي الله يرحمه، قلت له خلاص ما بقالناش بقى إلا حنا دروك في وسط البلاد. نعم. يجب له خرجوا البعقل. أيوا. والله ما نعرف وين تغدينا، عند واحد المناظرة ومشي. أمشينا عند واحد السرحاني عندو كازمو، بقينا لفنا عندو أيامات، ولكن أنا الريكي عندو وين يروح على خاطر ولد باتنا كيما يقول، وأنا ثاني سوى مانيش مشبوه لباس. يمنغ إذا برا نغدو صرحاني ميطريت ميطريت خصي هبيس والله غير هزيت على ظهري وركبت في الموطو نتاعي ومشيت لمدام فستة كانت ثاني مناظرة هذه مدام شيباني زوجها كان ثابت في الجيش الفرنسي، وولدها وبنتها مناظرة مرت جنرال ما عندوش اسم اللي مات او من الصيف. نسيت انا ساكت فكره هي صح. كان معنا هو سياسي البلده. هو سياسي وكان سي طيب وضيف وصدق. على كل حال ودي هذا اخي موش قرواني ولا ها موش قرواني يستشهد فيه ينقاوس موش هو قرواني هذا كان مع سي محمد الشيف جامع مع الشيف جامع صحيح شويه تسرب شويه المال ايه تسرب شويه اول سوى هو يدي خلوه بوزن يسكى مش تحلو شويه بيريك اه هي تحلو شويه تروح شرمة شوية صحيح افتح الطاقة شو افتح بيت اه بارك الله ربي يرزقك افتح لنا فيها احمد افتح لنا فيها بيت انت هذا قليل من كثير نعم كيف توصل على الاستقلال يعني متى بقى من الاستقلال يعني كيف مشيتوا اموركم كيفك ساعة كيفاش؟ كيف كنت قاضي؟ وقع فدائيين داروا عمليات كان سي صالح معطار هو الأخ المسؤول قال يجب أن نخرجوا من البتاء تفكرت اسم جنرال بوشارب 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 عبد السلام بوشارب عبد السلام بوشارب كان في هذاك الوقت أسبيرون قررنا باش قال مسؤول البلدة قال نخرج
لكن تحازنا حازتنا في الطريق اللي يدير كفيدة وراه الضمان الاجتماعي واحد العائلة ثم افطرنا عندهم ويا به وقعت عملي عملية حصار أو عملية تطويق. الطريق هذيك بالمقدر حكموا المرشي وراهو بالغوث وراهو وهذيك الجهة هذيك وصلوها كان سي صالح معطار كان رشيد خلفنا مجاهد كان بوشارب هذا السياسي كنت أنا سي صالح معطار عطاني بسطولة قال لي معها أربع كرش وقنبلة تاع دخان سيدنا اتحركنا من ثم سي صالح معطار كان المطريات دايرها هكا رشيد خلافنا بوشارب كان حتى هو داير مطريات لهنا على صدره رشيد خلافنا كان دايرها خطر الواحد نتاعها ما يديرش كان دايرها في قفة وخرجنا من هذيك الدار العائلة هذوك ساكن عادي يموتوا لكن احنا قررنا نخرجوا باش إذا كان كشبع قدر ربي ما تروحش العائلة أمشينا في الطريق هذيك اللي يدي له يدي ذوق اسمها يا ربي في هذاك الوقت فيرما اللي في كشيدة ذوق نديروها مركز تجاري ثم قال فيه ثم كذا الفايدة خرجنا في الطريق أنا عندي سلاح بشطولة وعندي بيسيكليت سي صالح معطار سلاح مخبي واش مخبي يعني نديرو على استعداد سي بوشارب كيف سي خلافنا كيف ومشينا في الطريق وبوشارب ساعة يسب رشيد وكلام زايد ولي بي لي لي لواحد السيارات نتاع العسكر يفوتوا يروحوا ويجي لي جيب وحنا ماشيين تقول فيلم والله غير تقول فيلم حتى وصلنا الفيرما كان فيها مجاهد يعني بن عبد الله محمد هو مناظر ولاته مناظرين ولقينا ثم محمد الفدائي مسؤول الفرقة نتاع المدينة فيها 30 جندي وكل ثم اتعشينا وتحرك مطرة ما هي مطرة من ثم حتى بوستيل نمنع ذلك بقى إذا كان عادل بقى ثاني حكاية أخرى مع سي محمد الشريف
قبل وقف القتال بيابات. سي بوحنا السيد قرر باش يدير يجمع، ما عندناش خبر بلي عاد يوقع وقف القتال. كان قبل استدعى النواحي كلها اجتماع 6 فبراير 1962 وين؟ فوق القمس في جبل هذا. هيا سيدنا وداروا باللي الاجتماع هما ديك الساعة واحد الحيلة يديروا الاجتماع يديروا التاريخ إذا كان ويتفاهموا معه يقول لهم إذا كان أنا أقول لكم يوم كذا يوم كذا أحسبوا 5 أيام من بعد اجتماع راهو 5 أيام من بعد ملا الرسالة اللي بعثها النواحي أول فبراير اجتماع ولكن اجتماع الحق يوم 6 في هذوك الأيام كان الجيش الفرنسي حاكم السماء والأرض اجمع كل جو مجلس شد فيه جوزير وقرواني ولا ها ولا واحدة هذيك واحدة واحدة خلاص ها كل شيء هذه من بعد هنا الأخرى صارت قبل صارت في أكتوبر 61 هذه في 62 أيوة قلت لك سيدنا 6 فبراير كما متفقين جوك ولكن فرنسا ما كانتش راقدة تلاقينا في الغابة هذيك عند واحد يسميوه الحواس فيها كازما وصلنا سوى وإذا به الطيارة هذيك الكشافة هذيك الدور سوى حسي فينا هذه عينها مش مليح وفعلا عملية تطويق كامل من قاوس وروح دخلنا الكازما وجاء العسكر والله العظيم غير يتشهد سيغار مسنسلينا شنو اللي صار مجلس المنطقة كامل يصرب كتب ربي باش نعيش يمنغ كان معنا سي كان معنا سي عبد القادر ناصر الله يرحمه كان معنا حصاو هذو مسؤولين الروحاني كان معنا فايدة مسؤولين النواحي أو كنت تحت الأرض ذي الاستقلال لهم لهم لغاسي سي محمد سي أنا عندي برونشيت غير ربي كشفت في الكازما ناس يقولوا غادو فيها بأن هينش متى يتقغضيني لغاس هاي تخلقي هاي تخلق الله سيبا ينا ما خير أطرح السكوحة ينا غلو الحكم هاي ضايا نعم السلام لغاس نشيك السلعان نشيك السلعان ايش ضايا طيب جدا هذه الحكايات شفت أروحنا جاء الاستقلال أوه يا أخي أنا بقيت في جبل فوق وقف القتال وقع الخلاف ذلك ما بيننا ولينا نقولوا الحكومة المؤقتة المزعوم ولينا والمجاهدين وين تروح تلقاهم يبكيوا في الخلاف ذاك
سي محمد الشريف ينا شكل الكاتبينو ولكن داك لها الشروخ باثنت يوقف القتال اذينين جهوي خاطر نمشي سي العرشيد جا مع سي محمد طاهر شرفي وسي محمد طاهر شرفي رحمه الله انا اللي خرجت ثاني من هنا كيف كنت قاضي ديتو لهذاك وطلعوا الجهوي تسمع به ولا ما تعرفش نسمع به بريحية كان سوق ريفي السوق صافي ما حضرتش الاحتفال هنا في 5 جويلية ما حضرتوش الاحتفال هنا كي كان كي هضر محمد طاهر هضر مع الغاشي وهضر هو اللي قابل الجمهور كنت في الاستقرار كنت كان معاه يبان لي نسيب الزبيري طاهر الزبيري وسمو ال انا بقيت تقريبا ما قداش مدة وانا كمسؤول الكتان صورة نتاع كمسؤول مكتب المنطقة في جبل الرفاعة مع من كنت في جبل الرفاعة شكون اللي كانوا معاك يعني الشخصية الزملاء الرفقاء اللي معروفين كان معايا سي عبد الرزاق في الله خير ايوا هذا ما اسمه امين ايه ربي يبارك ايوا راك فلوس نتاع اسمه الثالث على اليمين مكتب المنطقه ايوا ومعنا سي مسعود بن عبيد ايه محمد غمري وعبد الرزاق فلاح ومسعود بن عبيد وبو جمعه نجاحي فرحات وكاتب من العاصمه اسمه يوسف وكاتب مصطفى يعني ما تفكرش اسمه ايه ربي يبارك ان شاء الله اسمه هنا خلاص جاء الاستقلال انتهت المسيرة مع الثورة خلاص هذا ما كان وهنا في بقيت عامين وانا كاتب المنطقة ايوه كاتب تاع منظمة المجاهدين ايوه ومن بعد تعين سوبريفي لا انا هضرك في الاطار تاع الثورة اسمها انا كيهبط من جبل الرفاعة الدير الاستقلال انتهت المسيرة مع الثورة ايوه لهنا درت كاتب شكون المسؤول الاتحاديه تاع الحزب ايوه هو اسمعني شعبان مده ولا من بعد سي محمود الوعي مده اتعين سوبري في المروان 64 65 ربي يبارك يا اخي وقعت لي حكايه مع سي الوالي لو كان ثم في مهوره سوبريفي كيف وقع الحركه نتاع 65 اشكون اللي راح دار معلقه في البلديه يسقط بومتي جاء الوالي ثم عمار عقبي كان يقول عاد يقول كي شهد بن بلة جاء ثم هاتوا لي ماشينة كرير متاع الواحد كل جابوهم له ودرت انا غدا في السوبرفيكتور 40 واحد من بعد تكلم الوالي قال سي بوتلة
أو نداني قال لي اجتماع في بدر. معلش أكل وأنا تعبت في الغداء هذاك. معلش جينا البدر القزار لقى مدلغان لقى مشيسي محمود الواعي لقى مدلغان لقى لقى هو ضرب الليل المشي احنا في الحجز انا وسي محمود الواعي وانا خليت الاولاد كان عندي ثلاث اولاد دورو ما كاش جانا هذاك اللي كيس كيس باس قال لي الوالي تاعكم هذه أوامر الوالي تاعكم يعني ونجي الفيلم نتاع 4 سنين وانا وفات اللي فاتش قسما بالله ما على بالي هذاك الحايد شكون ده قسما بالله ردت انا وسي محمود الواعي واش هو من مصادفة ان مجلس الثورة فيها سي محمود صلاح الضياوي فيها طارق زبيدي ويعرفون الحمد لله الصباح طلقوني سي محمود عنده اجتماع في الجزائر مشى وانا نادالي الوالي قال لي ترجع عمر وانا سولي قلت له سي عمار انا هذا الخزعبلات هذه ما مانيش نتاعها نرجع لتعود ثاني تمركبني باللي ضد بومتين ولكن منظر ديرني مستقيل من سوبريفيت منظرك انا معلم نرجع معلم ولي سياسة ولي سياسة الو قلت في المذكره هذه قلت في بلد متخلف اذا قدر لك ان تكون في مسؤوليه فاما ان تكون في الحكم او تكون في السجن او في القبر وفي احسن الاحوال في المنفى في بلد متخلف وانا شاهد ربي والله عوضي دين وتحقيق انا عندي في هذاك الوقت واحد على كل حال هو مات الله يرحمه عندي شك فيه لماذا لان كيف كنا في الاجتماع تاع مروان تكلم قال هذا اللي دار هذا البلاغ هذا يعرف السياسة قنقوم في السياسة يعني ماهوش ابن التحرير نتاع الحي نتاع واحد سياسي باش يوقعني انا وسي محمود الواعي بعدها توليت التعليم ولا ثم توليت مدير التربية؟ نعم ثم وليت التعليم ولا ثم توليت مهمة مدير التربية؟ لا جيت من الأكاديمية تاعنا كمسؤول عن الموظفين والتكوين ومن بعد بن محمود الله يرحمه مات الوزير بن محمود عيني مدير التربية في بشكل أيوه هذا يقصد وبعدها وليت استقليت اسمه وليت المحاماة هكا
في هذاك الوقت خروبي كان هو مفتشي هو والوزير. صحيح. ناداني قال لي طولت في بسكرة 6 سنين، قال لي خير وين تروح؟ قلت له أنا خير باتنا. قال لي باتنا عرشك ما تنجحش فيها، أطلب الشرطة. قلت له يكسر خيرك يكفيني. هاي الساعة انسحبت. قال لي أنا نديرك مفتش عام للتربية والتكوين. ثم 6 سنين وأنا مدير التربية في بسكرة، المرسوم تاعي ما خرجش. كنت لهنا انتقاضى مرتب مفتش زايد العلاوة نتاع نائب مدير التربية 180 ألف غير في العلاوة. كيف مشيت البسكرة المفروض يجي المرسوم نتاع تعييني كمدير التربية، وهذا في عهد خروبي. وخروبي ما قامش بالسويتر وغيره. لا الوظيفة العامة. الوظيفة العامة ملاعين 6 سنين والله ما خرج المصر. الزرق كاين اللي قالوا لي عديهم الغرفة الإدارية، هذه باش تشوف يعني الإدارة جحودة. والله خليت صحتي. عندك واحد مشفى في وزارة التربية أعطاني نصيحة، قال لي شوف تروح مديرية التربية ما تنساش صحتك، ما تنساش أولادك، لا عاد يخرجوا أمي راك ما تفيقش. صحيح. وقال لي حاجة أخرى، قال لي إذا كانت تخدم عندك مرأة ولا نساء ما تخليهمش يدخلوا قبل 8 وما تخليهمش يقعدوا بعد 12 كي في السفر ديال الناصر باش تنحيوا الشبهة. للأسف الصحة نتاعي والله جولي با ميراجي، لأن مديرية التربية جديدة درت المستحيلات. الحمد لله. بعدها وليت خط التجربة نتاعك مع المحاماة. وليت مفتش عام. مفتش عام. حتى 1986. أيوة. ودرت التقاعد. الحمد لله. ثم كنت حصلت على كان عندي شهادة الليسانس في الأداب وشهادة الليسانس في الحقوق. ربي يبارك. وين جامعة قسنطينة باتنا؟ تاع الجزائر. الجزائر. تسمى درست في الجزائر. كان حقوق باتنا. ايوا. وكنت يعني ذات شفت هذه. بسم الله. هذه جامعة باتنا الحقوق، معهد الحقوق، 27 جون 1983، سمعت قريب وقت عبروخ مدني. شهادة التحصيل، شهادة التحصيل المملكة التونسية، اسمونا يعني النجاحي 1952 53 ليسانس في الآداب. ربي يبارك ما شاء الله. بسم الله. هاي كلية الآداب. هاي
66 سمعني من 66 إلى 69 سمعني نهاية الستينات. أيوا شوف قداش كنت نسول كيف خرج التقاعد. كاين اللي قالوا لي ما تجيش محامي. أيوا عيب وذنوب. فعلا سمعني في 86 إيه 600,000 دينار 600,000 هي 600,000 ما تعيشنيش. فعلا الحمد لله على كل حال. فعلا ايوا واش تقول كحوصله استاذ فرحات بشكل عام حوصله بين الجهات الاصغر والاكبر جهه تاع الثوره والجهه تاع بعد الاستقلال؟ يعني نقول لك صراحه لست نادما على شيء الحمد لله رغم ان 94 من شبابي ولكن مازال في قلبي شيء من هذا الجحود تاع الاداره مازال في قلبي شيء رغم انني في راني دوك على باب 93 في عمري ربي يبارك ربي يطول ما هكذا يسعد قلوب اللغة العربية ما هكذا يسعد تورد الإبل فين يعني اللي يخدم صفاق وبنية يتعامل هكذا صحيح لأن واه 6 سنين ما يخرجش المرصود ناس ما خدموش الثورة تماما تعين مدراء تربية بمرسوم يخرج في عام مرة في اجتماع مع قلت لهم يعني هذا وانا خارج من بسكار قلت لهم موش يعني هل يعقل انني 6 سنين وانا نمضي مدير تربية وانا ما عنديش مرسوم فعلا وفي كل الاحوال ربي يتقبل ان شاء الله عند ربي سبحانه ان شاء الله مكتوبه ان شاء الله باذن الله والله مع ذلك شيء الحمد لله وخلني اخلص انا عيني مجلس المنطقه كمسؤول مكتب المنطقه مبدئيا عندي جراد أصفر على الأقل وكان المفروض ندير مع هذو اللي يدرك لهم يسلكوا من وزارة المالية ولكن شوية إنكار رحت عند سيدي سعود بن عبيد الله يرحمه رغم أنني كتبت عليه قال لي أنت جيتنا متوخر طلعت للجبل متوخر والربع سنين اللي عديتهم كاش بس رخص الدجاجة صح فعلا والحمد لله جيتنا متوخر ما تحرجناش هذه العبارة ما تحرجناش غاضتني ياسي الحمد لله على كل حال. كم لي في الاسم؟ صالح سعودي. سعودي. سيد القاسم سعودي على صديق. عرف بحرك لك. يعني ذوق بعد. رغم أنني قريب من القبر. تفكرها الله هذه. نقول ما هكذا. صح. ما هكذا يعامل. وإن كان نحمد الله. المورث بن تاعي زايد محترم. الحمد لله. مرتب نتاع خدام زيدها هذه السيطرة مزال الحمد لله الحمد لله هكذا فكرت ومنين كنت محامي كا
كان مدخول بالخير والبركة. رحت 11 مرة لإسبانيا أنا إلي بالجهد الحمد لله. قلت كذا، قالوا لي من العائلة اختيك من محمد. قلت لهم 600,000 ما قدرش نقرب ربي الولاد. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله التوفيق وان شاء الله القبول. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى. ان شاء الله عندك فترة نتاع وقف القتال، كان عندي نشاط في جمعية المعتقلين، مساجين المعتقلين، وحضرت مؤتمرات، لكن هاي تولي فرصة أخرى. إن شاء الله بربي، إن شاء الله بإذن الله. ربما كيف تقولنا على الحوارات، لأنه إضافة إلى أنك مجاهد يعني صانع الثورة، يعني راك حاورت كبار المجاهدين وكبار قيادة هذاك بعد الاستقلال، وهذا وهذا عامل مهم في إطار توثيق الثورة التحريرية قمت به ربما أنت والمرحوم عزوي والواعي وغيرهم. واش علقت؟ ربما واش تقول خاصة كي لقائك بعض القياديين كيما عاجل عجور مثلا مصاب بوستة على سبيل المثال. بوستة يعني شخصية تاريخية وصافي صافي تعليق الداعي صافي كما نقولوا ثاني على طارنوشي. طارنوشي ثاني صافي رغم ما يقولوا عليه. عجل عجور يعني أنا علقت في مذكراتي عليه قدر يكون هذا فيه. هذاك هو رأيي، أنا ما حضرتلوش كل شيء. أيوة. مثلا كانت عندي طفلة في هذاك الوقت ومحمد الصالح كانوا باش يدخلوا الجامعة في قسنطينة، سافرت وخليت في سي محمود، لكن عجل عجول كان كيف نسألوه على واحد اللي ما ملاش عينه ما يشيش يتحد ويوصل إلى أن ما نقولكش يقطع فيه، لكن يقول ما هوش مثلا كي تأدى سي أحمد بن عبد الرزاق، أنا قال لي ولد سي عمار بن العبود حكى له باباه عمار بن العبود قال له عجول حب يقتل حب يعدم سي أحمد بن عبد الرزاق، قال له ما لم يصليش، ولكن سي عمار بن العبود وجماعة ما خلوش. وهو كي وين سجلتوا معه بالضبط في منظمة المجاهدين؟ وين سجلتوا معه؟ كي سجلتوا معه كده؟ من هو؟ عجول، كي درتوا معه الجلسة؟ في تاع المجاهدين. المجاهدين، كيف كانت ربما الكاريزما نتاعه وطريقة الإجابة؟ قادر، قادر، وإنما يعني التراندية نتاعه فزت عليه كل شيء. أنا واش قلت في التعليق؟ قلت كل من يدرس سيرة عجول حتى لو لم يكن مختصا يمكن أن يتبادر إليه أن الرجل كان شجاعا
وذا ضلع مبرز في الحرب مع سمة الشدة والعنف التي لا تخلو منها سيرة أبذاله، ولكنه في النهاية تنقصه حنكة ومرونة رجل السياسة، حتى إنه بالرغم من اقترابه من القمة خسر في النهاية الأباعد وحتى أنصاره، كما يتبين من شهادته بالذات. ملاحظة أخرى أنه بالرغم من أن عجو لم يكن أميا بل يملك من الثقافة نصيبا واحتراما، فإنه لم يخلو من عقدة استنقاص المثقف، خصوصا إذا كان جبانا، إذا كان المثقف جبانا، بل واحتقاره. وهذا في رأيي المتواضع ما حدث في العلاقة مع شيحانه، وهو نفس ما يقال بالنسبة للقائد عباس. وقديما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحال الثاني. وقالوا عن رضي علي رضي الله عنه: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له. ما استنتاج متحوف؟ عندي في نقطة أخرى سألت على شحنة، قلت له: شيحاني شكون تلقى به؟ قال لي: لاح كل شيء في عباس الغرور. بينما عباس الغرور الله يرحمه كان ما يتحرك إلا برأي عجول. وطريقة الاستسلام نتاعو وضح لكم شوية أسباب الاستسلام نتاعو. طريقة الاستسلام يا ترى أرغي ما صاح يا لا يعني تقريبا هكذا شبه اضطررت وما كسرش ما بغاش يدخل تفاصيل بزاف. وفكرة المحاورة أستاذ فرحات كيفها بدات؟ فكرة شكون اللي اقترح باش تحاوروه؟ لأنه الشيء اللي درتوه راهو حاجة مليحة يعني حاجة كبيرة. الحقيقة اللي في المسألة هذه سي محمود بوعي هو الهدف نتاعو التاريخ. هي بالضبط توثيق الثورة. عندك حاجة أخرى، العشيرة نتاعو كيما كوموندون سي صاحب مذكرات محمد الصغير هلالي. يعني دائما وابدا يغطي التاريخ. كاين من عشيرته ولا نشفى الشيخ احمد سرحان رحمه الله. يعني تاسف وعجول، يعني مهما عرضوا عليه يمشي لفرنسا ما حبش. اسمع هي هي تحسب له هذه. هي تحسب له. قبل ما يخرج من قبل ما يدخل الحبس وبعد ما خرج من الحبس. وانا قريت سمعت سي علي بن فليس واحد الوقت كان وكيل الدولة قبل ما يولي محامي، في التليفون قال لي: سجلوا عليه تهمة التفريط في زوجته في النفق. قال لي: ناديته قال لي تليفونات معوات كذا وليك وليك وليك. قال: كيف تحدثت معه كذا؟ قال: قلت في قلبي مثل هذا
لا يحكم عليه. اسمك كيش الاحتار مو قدر مقامه. الحقيقة يعني كيف تقرأ مثلا هذه؟ أيوة. الشهود انت عزيز. الشاهد الأول حشاد إبراهيم، كنت أنا وسي محمود عنده في الجزائر، حشاني قال جيت من الريس خليت على الجبل وصلت الوسطية الجبال هذه أنا من يعني بعد قالوا لي إذا كان لقيت عجور راك ناجح. ما نعرف في ما نقولكش في ساعات مش فيكش في فترة قصيرة لا يملوا 18 الواحد اللي باش يتجندوا مسؤول في خلية 18 واحد مسؤول في خلية هم كل كزر يعني خذر على شقاه فين واللي كان يزود السلاح وكان يحظى بن بولعيد يعني خذر يكون باكي مولا كي كدرد كي 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 عمدر يقولوا بعد الدم يقولوا مارانتين شكلوا هربت ولا حاجة لا لا اتصل أنا شفيت ربما الترندية ترندية ربما كاين ناس اللي ضده ولا ما كانش ناس اللي ضده معارضين ليه قال مرة قريتها يتحدث على عبد الناصر قال الإنسان اللي يروح الظل اللي يخليه يكون مقدار العلو نتاع هذاك اللي الظل هذا انا مي هو است لو كان ما عندوش قيمه ما يهتموش فيه صحيح هو قداه جلسه درتو معاه استاذ فرحات قداه جلسه في المجموع اللي درتوها معاه زوج ثلاثه اربع جلسات انا عندي جلسه ما حضرتهاش كل حضرت واحده زوج قداه حضرت هكاك ايوا وقادر في المجموع تكون ربعه مثلا قادر وين راه اللي سجل عليه صح سي محمد عزمي خاطر هو على بالك من ابطال معركه الجرف جرف هي من القياديين البارزين في معركه الجرف هي هو بعد معركه الجرف عطى لها التفاصيل مليح يعني عطى لكم التفاصيل بس ما تشوف الشهادة هذه كانت مفيدة الشهادة هذه يعني كانت مفيدة في توثيق الثورة الشهادة انت تشوف لي الشهادة انت عن الجلسة اللي درتوها معه عاونتكم باش توثقوا الثورة في الأوراس أنا كنت درت عدة محاضرات ولكن للأسف المهنة نتاعي كمحامي فرطت شوية أدرس في هذاك الوقت ندير رؤوس أقلام ونقول أنا نشفى إيه صعيب الحال الذاكرة تكلح الإنسان إيه فعلا وأنتوا ما لقى راحتوا معاكم مع من كان يرتاح يعني كي يلطر يتفاهم مع الواعي يتفاهم مع عزوي اسمه وش اللي خلاه يرتاح باش يهضر معاكم أوه على كل ما عندوش مشكل ونحترموه هي هي فهمك يعني لأنه كي يستمع أنا مرة رحت العيد الخريف كان واحد من جماعة مستر أضرب في بسكرة أستاذ إيه مش عمرا إيه إيه وإذا به وإذا به عجول عجول جاي من هي
وهذا اللي يبقى يخدم اجون سيرفيس. اسمه كاين تاسف يعني هكا اجون سيرفيس نتاع مدرسه كاش ما فعلا. وفي الحاله هذه كتشوف الشهاده اللي دونتوها في الكتاب تشوف بلي يعني جبتو منه يعني كما قلت قدر وينما كاين وين ما يقولش الحق. هذا رايي. هي طبعا مثلا الحقيقه نقولوا هضرها معركه الجرف يكون عطاكم التفاصيل مليح. ايوا انما على خاطر وينما يكون حاجك يكون يعرف. ايه فعلا. دروك تحطوا انت في الميزان ما لا هو ما عليه واش تقول؟ هو ربي يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. ايوا صحيح. ان الحسنات يذهبن السيئات. ايه فعلا. ولكن بالنسبه للثوره يعني هو كان عنده فرصة، كان قادر يمشي لتونس كما قال له عميروش. صح. و ثانية ياسر اللي قتله، ياسر اللي عدمهم. مثلا واحد طيبي محمد طيبي الجماعة اللي خرجوا مع سي مصطفى بالعيد اعدموا الشيوعيين هذوك اللي خرجوا منها. سي مصطفى بالعيد قالوا خليهم لأن سي مصطفى نقش عمراني. سي مصطفى الصحابي هم خير لأن ما حبوش يخليو شيوعية رغم مناقشة ليل كامل. وسي مصطفى يناقش العمراني باش قال له أنا كنت ميساليست أنا خليت خلي حتى أنت شيوعي قتله. يعني دمويش اسم الرمان انه قريب سياسيا كان نقص. يعني هذا رأي طبعا وهذا من رفاق من الناس اللي حفروا مع سي مصطفى. وشي هو من جهة سوها راس حب يروح خليه قدر قلت له عليه طيبي فلان قال لي كاش ما دار ضد النظام نظام عقل كلمة فاسمه فاتك. وش هي الأسئلة ربما طرحتها عليه مصطفى هذا؟ الأسئلة اللي طرحتهم عليه؟ أنا بالخصوص على مسألة طيبي شيحاني. شيحاني أيوة. شيحاني رجع قال كل شيء لعباس، عباس الغرور. ما صدقتوش. إيه. طيبي قال لك باللي. التهمة هذه تاع قال لي ثابتة. قال لك ثابتة. تاع الشذوذ. والنفرض ومن بعد. ودير مؤتمر الصومال قرر باللي اللي ضابط ما يموتش الا بمحاكمه من ضباط اعلى منه محكمه. فهمتك صح. يعني الساعه كان مازال وموقف طاهر زبيري واش تشوف فيه؟ موقف طاهر زبيري معجول واش تشوف فيه؟
اسمع هو خي دار مذكرة تاعو وهضر على عجول هكذا. عندي تسجيل نتاع عجول جابوا لي واحد ما عنديش هذيك الآلة. إذا كان بلاد أنا نعطيه المحمسة يعطيه لك. بارك الله فيك. جابوه لي. إذا كان عندك هذيك الآلة. إيه. اللي يدير. يسجل اسمها ديرها. باش باش تسمع واش يقول. إيه معليش معليش ما كانش مشكل. والله ظهر حلو حشك يعزك بارك الله فيك وشكرا بينك سنة.